تقريبا قمت ب بعمل فيديو عن عملية تنصيب نظام كوها، واتبعت فيها الدليل الإرشادي الرسمي من كوها، وحاليا حابب إني أجدد هذا الفيديو وأقدم لكم طريقة تنصيب كوها، ولكن هذه المرة على سيرفر حقيقي. الفيديو السابق كان على فيرتشوال ماشين على اللوكال هوست، يعني على ويندوز سيرفر، ويندوز ماشين في عليها فيرتشوال بوكس، ونزلنا من خلال أوبونتو وبعدين نزلنا كوها. تمام، مثل الفيديو السابق ما راح أدخل بتفاصيل كيف بيتم أو كيف تحصلوا على سيرفر. فهنا أنا هذا حساب ديجيتال أوشن، وفي عندي هذا الاي بي ادرس للسيرفر اللي انا عندي اياه، وراح استخدمه لحتى اتصل فيه. سيرفر جديد الان انشاته، مثل ما بتلاحظوا بيحطه هنا، يمكن متى تم انشاءه، يعني هو الان تم انشاء السيرفر من دقائق فقط. فالان نتصل بالسيرفر خلال اس اس اتش. تمام، نحن الان داخل السيرفر وبنيجي لتعليمات كوها. تمام، هلا كوها بيعطينا التعليمات التالية: Add Community، يعني هذه التفاصيل طبعا إذا تحبوا تقرأوها بالتفصيل هذا يكون جيد، مثل إنه هم بفضلوا LTS version أو Ubuntu LTS وكذا. فطبيعة الحال نبدأ من هنا Add Repository، ننسخ التعليمة ونضعها. تمام، بعدين كذلك الأمر الذي يليه، هنا نحن عم نضيف الكي، هنا ضفنا ريبوزيتوري لنظام اوبونتو، هنا ضفنا كي لهذا الريبوزيتوري حتى يكون موثق. بعدين نعمل ابديت، لما نعمل ابديت الباكج المانجر، الباكج مانجر بيعمل ابديت لقوائم الابلكيشنز اللي عنده، وراح يكون من خلال من ضمنها كوها. وبعدين لما نعمل ابجريد حتى نتاكد انه احنا عندنا السيستم فيه احدث الباكجات المختلفه اللي هي ممكن يكون كوها يعتمد عليها يعني، فلما نعمل ابجريد بيعمل عمليه الابجريد. فالابديت اللي اول خطوه هي بس لتحديث قوائم البرمجيات اللي متاحه بالمستودع، مستودع البرامج والاصدارات الاخيره اللي موجوده، يعني بس شو الاصدار، رقم الاصدار واسم البرامج، يعني بس مثل تحديث جدول داخلي. بينما الابجريد بيقارن الاصدارات اللي موجوده انا عندي والاصدارات الموجوده بالجدول اللي محدث، اذا في اصدار جديد بيقوم بعمليه التنصيب لآخر إصدار من أي برمجية. نحن لحد الآن ما بلشنا بتنصيب كوها، ننتظر شوي لحتى تتم عملية أبجريد. انا ما راح اعمل صراحه اديتنج للفيديو، حابب اني اشارك يعني فيديو جديد معكم، وبس نفس الوقت موضوع الاديتنج شوي متعب، وللاسف يعني ما عندي وقت او ما في عندي يعني حدا يساعدني بالموضوع. فبطبيعه الحال الان الخطوه اللي بعدها هي نعمل كلين، يعني هذا مجرد يعني كبست براكتس، ما انه مؤثر بعمليه التنصيب. الان هي عمليه التنصيب اللي هنا راح نكون نصبنا كوها كومون، اللي هي مجموعه من الباكجات اللي من خلالها كوها بيكون صار عندنا. نختار يس لما يطلب مننا، نكتب واي نضغط انتر، ننتظر شوي. طبعا بإمكانكم مراجعة الفيديو القديم أيضا إذا أنتم حابين تشوفوا كيف بيتم الموضوع على سيرفر مع جرافيكال انترفيس. يعني هي بطبيعة الحال العملية التنصيب دائما راح تكون من التيرمينال، والسيرفرات بشكل عام لما تاخذوا سيرفر اونلاين ديجيتال اوشن اي دبليو اس او جوجل ما راح يكون في جرافيكال انترفيس، فراح يكون عندكم بس تيرمينال مثل ما هو الان امامكم. فيعني من الجيد انه تمارسوا الموضوع من خلال يعني التيرمينال بشكل اكبر، فهذا الشيء افضل على المدى البعيد لبناء الخبره. نقطة أخرى قريبا، يعني نحن هلا ب 20 نوفمبر، أتوقع يعني خلال 10 أيام كمان راح يكون في إصدار كوها جديد اللي هو 21/11، فيعني لعله تكون هاي فرصة كمان تمارسوا عملية التنصيب وتجربوه على محليا أو على سيرفر حقيقي. عملية التنصيب تاخذ شوية وقت لعله بضع دقائق، فأنا أيضا بعتذر منكم إنه ما راح أعمل إيديتنج للموضوع، راح احاول يعني
قدر الإمكان اختصار بالخطوات يعني القادمة، بس عمليات الانتظار راح تكون موجودة. بالفيديو السابق كان عندي همة أكبر على موضوع الإيديتينج، وأتوقع هاي المراحل كنت أختصرها لكم يعني. بطبيعة الحال لما تنتهي هذه الخطوة هي بكون نحن بشكل أو بآخر نصبنا البرمجيات المهمة، لا يعني هو كوها نفسه بيكون نزل فعليا ك CLI ك ويب، الكود تبع الويب، الكود تبع الأشياء المختلفة تكون كلها نزلت. فالآن 99% وتقريبا يعني انتهينا من الجزء اللي لعله يعتبر الأكبر. هو بشكل عام عملية تنصيب كوها يعني بسيطة من خلال هذا الأسلوب، هو هذا الأسلوب اللي يعني الموصى به يعني من قبل كوميونيتي كوهو. تقريبا انتهينا. انتظر شوي، هي الخطوة القادمة راح تكون إن إحنا نحدد المنافذ. طيب كون إحنا عم نشتغل على سيرفر حقيقي، فأنا راح أعمل شيء جديد هذه المرة غير المرة الماضية. ما راح أستخدم البورت 8080 مثل المرة الماضية، راح نستخدم دومين كوه العرب. صحيح إنه كوه العرب بشكل عام الموقع متوقف من فترة كونه صراحة يعني ما عندي وقت أنا للأسف يعني أقضي عليه. طيب بغض النظر، الآن انتهت عملية التنصيب، فانشئ configuration. تمام، فهي هون بهذه المرحلة إحنا لازم نحدد الأوباك كيف راح يكون، وين راح يكون الأوباك، وين راح يكون الإنترانت اللي هي واجهة الموظفين. تمام، بالأسلوب الماضي اللي أنا قدمته لكم استخدمنا البورت 8080 هذا اللي لما كان على اللوكال هوست، وهذا الشيء يعني منطقي جدا لما ما يكون في عندنا القدرة أو ما يكون في عندنا دومين نقدر من خلاله إنه نميز بين الاثنين. ولكن إحنا فينا مثلا الآن يكون في عندنا مثلا ديمو دوت اركوها دوت كوم وانترا أو ستاف أو ديمو داش أدمن دوت اركوها دوت كوم، فبدل ما نستخدم منفذ مثل 8080 اللي هو بعض المستخدمين العاديين يعني ممكن يستهجنوه، فراح نستخدم الآن هذه الطريقة. فهن عم يعطونا الخطوات إنه نفتح هذا الملف من خلال نانو. طبعا أنا بالأسلوب القديم استخدمت جي إيديت، كان عم استخدم لينوكس، بينما نانو هو محرر النصوص اللي يعتمد على يعني من خلال كوماند لاين. فهي بطبيعة الحال فيكم تستخدموا الأسهم لفوق لتحت وكذا لحتى تتحركوا، ويعني فيكم تكتبوه بشكل طبيعي. فأنا هون راح أكتب arcoha دوت كوم. تمام، الانترا بورت 80 راح أتركه، بدل ما يكون انترا خلينا نقول ادمن. تمام، والمنفذ تبع الاوباك 80 وما في له بريفكس. هنا طبعا هاي انترا بريفكس، وهنا اوباك بريفكس وسافكس. فنحن بطبيعة الحال ما راح نحط، راح نترك هذه القيم كلها فارغة، بس راح يكون في عندنا prefix للإنترا وراح يكون أدمن، وراح نترك المنفذ مثل ما هو، والخيارات الثانية كمان راح نتركها كما هي. تمام، للحفظ هو هذا النانو بيعطيكم تفاصيل. write out كاتبين إنه هي هذا الرمز مع O اللي هو control مع O. تمام، فلما تكبس كنترول مع O عم بيقول لك فايل نيم كذا راح ينكتب، فنحن نكبس يس، او عفوا هي هون تو رايت اد دبليو اتوقع كنترول او عفوا يمكن بس نضغط انتر. فالان اوكي ضغطنا انتر فتمت الكتابة.
الآن للخروج هي هذا، هي هذا الكوماند اللي هو exit، فكنترول مع X، فنحن الآن كتبنا الملف وخرجنا منه. طيب الخطوة القادمة كونه نحن مثل ما قلت إنه رح نستخدم دومين، فخلينا نضيف هذا الدومين. أنا في عندي الدومين هنا من خلال الـ AR Koha، ممكن نضيف ريكورد على السريع. أنا أحيانا الريكورد زي ما تضيفوها أحيانا تاخذ فترات طويلة، فخلينا نضيف ريكورد جديدة نسميها ديمو، تمام، and we'll redirect to Koha demo، تمام، create record، تمام، ونقول demo admin، وكمان راح يروح لنفس المكان create record. فعملية إنشاء دومين، يعني سب دومين بهذه البساطة، ما دام نحن عندنا الدومين قادرين نتحكم فيه. طيب نرجع لهون للتعليمات. طيب هلا هم عم الخطوة اللي بعدها لحتى ننشئ الانستنس، نحن محتاجين يكون في عندنا داتابيس، فهم عم يقترحوا تنصيب ماريا دي بي او ماي اس كيو ال، كلاهما مثل يعني بيشتغل. فرح ننزل الان ماريا دي بي، طبعا أعطانا خطأ the following information may have resolved، مثل كأنه ماريا دي بي depends on ماريا دي بي كذا، but it's not going to be installed and able to correct the problem the following package and with dependencies. okay والله سوري. طيب ممكن نجرب ماي اس كيو ال سيرفر، ماي اس كيو ال سيرفر تمام، ما بعرف ممكن في شيء جديد بالماريا دي بي، بالعاده كان يعني ما في مشاكل، بس سواء ماريا دي بي ولا ماي اس كيو ال سيرفر كلاهما يعني نفس الشيء. طبعا بشكل عام انا افضل يعني اذا كان هذا الشيء لبرودكشن او لمكتبه راح يكون في عليها ضغط انه ما يتم دمج او ما يكون الماي اس كيو ال سيرفر او الماريا دي بي سيرفر موجود على نفس المكان اللي موجود فيه كوها، يكون في عندنا سيرفرين، سيرفر للداتابيس وسيرفر لكوها، تمام. طيب الان الخطوه اللي بعدها هي الاباتشي موديولز، فمننفذ الاوامر مثل ما هي. طبعا لاحظوا انه احنا عم نستخدم سودو، وانا كوني روت يوزر ماني محتاج اني استخدم سودو، بس يعني اضافتها ما تاثر. فالان هي انه انشاء داتابيس لايبراري، تمام. طيب انا كوني سميت الدومين ديمو، فراح اسميها ديمو ما راح اسميها لايبراري هون، هذا هو اسم الانستنس، تمام. طيب فالان ستارتنج كوها وركر فور ديمو، تم ان شاء الله. طيب ابونتو كذا، هاي السكيورتي تويك كمان اذا تحبوا تمشوا فيها، فهي يعني مناسبة منيحة انه تمشوا فيها، بس انا صراحة مو موضوع الان حاليا، هي مثل انه تلغي الريموت اكسس للروت وكذا، فيعني هي جيدة فمشوا فيها وخطواتها كويسة، بس حتى ما نعمل الفيديو كثير طويل. طيب كونفيجرين اباتشي، الان اذا كان في عندنا بورت ثاني غير البورت 80 فانت ممكن تيجي لهون وتعدلوا وتضيفوا البورت 88، بس احنا ما استخدمنا البورت 88. طيب الان enable module for site، فنحن راح نتبع هذه التعليمات، وهنا بدل ما نحط library نكتب ديمو، site demo is already enabled، وهنا restart apache. طيب هم هنا عشان تحدد الاي بي ادرس وكذا، فهذا كله ما راح يهمنا، لان احنا نعرف الاي بي ادرس دوت اي ار كوها دوت كوم. يفترض انه يشتغل، اي
ايوه تمام، هو شوية بطء. وفي عندنا كمان demo-admin.ar.koha.com. بالضبط. فلاحظوا الآن بدل ما نستخدم البورت نمبر، صار في عندنا ديمو ادمن هو لواجهة الإدارة، وديمو للواجهة العادية. طيب الآن الخطوة هي عم بقول لك إنه هلا نحن الويب انستليشن صار في عندنا. طيب الويب انستليشن لحتى نجيب الباسورد لليوزر، فينا ننسخ هذا الكوماند ونحطه بالترمينال عندنا هنا. ما كان لازم نكبس انتر لانه نحن لازم نغير هذه اللايبرري، كنا نحن غيرنا اسم الانستنس. وانا بشكل او باخر تعمدت نغير اسم الانستنس لانه في كثير عالم ما يلاحظوا انه هذا اللايبرري هي ما لها جزء من الاوامر، تمام؟ فنحن هون غيرناها من لايبرري لديمو حتى ما نكون يعني كمان عم نتبع التعليمات بشكل حرفي من دون ما نفهم شو هي التعليمات اللي عم نكتبها. فلما غيرناها لديمو الان نكبس انتر فيطلع لنا هذه الباسورد، تمام؟ فهنا اليوزر نيم اتوقع هم شو يكون، شو قالوا كوها اندرسكور لايبراري، فرح يكون احنا عندنا هنا اليوزر نيم كوها اندرسكور ديمو، تمام. بعدين الباسورد اللي نسخناها لوجن. طيب هنا نختار اللغة بشكل افتراضي هي اللغة الإنجليزية. continue. والآن خيارات، يعني خيارات معروفة، يعني أو خيارات خلينا نقول ما تحتاج إلى يعني شرح تقني، يعني هي تشرح نفسها، ممكن تقرأ عنها، وهي تتعلق بشو تفضل المكتبة، سياسات الإعارة، المستخدم الرئيسي، كذا. أي هون عم بيحكي لنا إنه تم الاتصال بقاعة البيانات. الآن continue to the next step set up the database. الآن راح مو هو اتصل بقاعة البيانات، الآن راح ينشئ جداول ويحط البيانات الرئيسية اللي هي ممكن تكون محتاجينها. continue to the next step install basic configuration. okay continue to the next step مارك 21، اتوقع مع يعني العالم العربي احنا هذا نستخدمه. طيب هنا فيكم تختاروا الخيارات اللي تلاقوها مناسبة. انا بشكل عام مثلا احب اضيف ال Z39 شوية libraries، الامثلة يعني ممكن نضيفه أنواع المستخدمين، ممكن يعني إذا هذا يناسبكم مثلا، وبعدين تعدلوا عليها اللي هي student كده staff ممكن تضيفوها. يعني بشكل عام ممكن تشوف الخيارات هذه هي شو هي أنواع المواد books وكذا ممكن، ويعني بالنهاية هذا كله أنتم فيكم تعدلوا عليه، فيكم تحذفوا منه fast add template. فيعني بشكل عام فيكم تختاروا اللي تلاقوه مناسب من هذه الخيارات وتضيفوها. أنا عندي هنا عفوا كأنه خلينا نصغر لأن الشاشة أنا مصغرها. طيب جميل. تمام، فنختار import. طيب الآن نضافة البيانات set up some Koha basic requirements. هذه هي الخطوة اللي بعدها، راح يطلب إنشاء مستخدم للإدارة وكذا. في إصدارات كوها القديمة كان ممكن دائما تستخدم نفس المستخدم قاعدة البيانات
لا نفس ال لكوها، بينما نحن هنا رح نحتاج إنه نحدد رمز للمكتبة ونسميها من library مثلا. بعد ذلك رح نحتاج إنه نضيف مستخدم لهذه المكتبة مثلا كرم، يعني 1 2 3 main library كذا، pattern category ممكن نختارها staff، كون احنا يعني اخترنا هذه الخيارات كرم، ونختار مثلا اي باسورد. تمام، يعني هم شوي حريصين، عم يطلبوا حروف كبيرة وكذا، ممكن تختاروا اي شيء. نعمل submit، فالآن راح نضاف مستخدم كرم بالباسورد اللي اخترناها، وراح يكون هو سوبر ليبراريان. كبسنا نحن سبمت. في شيء ناقص، هذا required عفوا، قب سي. طيب سبمت، طيب item type code ممكن نختار، ونحن ضفنا استوردنا القوائم بوكس، أذكر إنه استوردناهم ولا ما استوردناهم، على يبين معنا إذا أعطانا إيرور. طيب سياسات الإعارة ممكن تختاروا بشكل افتراضي، مثلا شو المكتبات، كم يوم إعارة، هنا أعرف إنه باي ديفولت 14 يوم، ما في بأس. التالي الآن تم start using Koha، فالآن صار في عندنا الأوبك. إذا عملنا ريفرش راح يكون تمام. هذا هي الأوبك الافتراضي من كوهلا، وهنا راح نختار كرم والباسورد اللي اخترناها. تمام، فهذه هي واجهة الإدارة، وبذلك نكون نحن يعني نصلنا كوها بكل تفاصيله. ممكن طبعا يعني من الجيد تفوت على أباوت كوها وتشوف إذا في أي تحت تحذيرات أو مشاكل، أو يعني هنا ممكن تعرفوا إذا في نقص أو شيء. تمام، فهنا الحالة مثلا زيبرا ستاتوس is running، هذا مشان البحث مهم. وفي عندكم system information، هذه الواجهات، إذا في عندكم warnings تمام، فهو عم يطلب إنه يكون في عندك email address تضيفه، وما في عندك currency، فهذا كله من إعدادات في ممكن تصلحوها، فهي ك warnings ما لها يعني مشاكل بالتنصيب. فبذلك يعني نكون احنا وصلنا كوها، والسلام عليكم ورحمة الله.